أحيت جوقة كنيسة سين تشارلز بروميو القادمة من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية أمسية ترانيما في كنيسة سينت كاترينا في بيت لحم بحضور عدد من الكهنة والراهبات والشمامسة وجمع غفير من المؤمنين. المزيد في تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. أقيمت أمسية ترانيم في كنيسة سانتا كاترينا في بيت لحم أحيتها جوقة كنيسة سانت تشارلز بورميديو من كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية. وهذه الجوقة التي تأسست منتصف القرن الماضي تحيي أمسيات عالمية في أرجاء العالم من ذلك الوقت حتى يومنا هذا. وأكد المايسترو بأن حجهم للأراضي المقدسة وإقامة هذه الأمسية في هذه الكنيسة لها معنى خاص لكل فرد من أفراد الجوقة وبالأخص مدينة بيت لحم ومكانتها المقدسة بمدينة السلام. I'm James Drollinger and I'm the director of the St. Charles Borromeo Choir from North Hollywood, California. أنا جيمس جورلينغ قائد فرقة كنيسة سان تشارلز بورميو في كاليفورنيا. تأسست الفرقة منذ فترة طويلة وهي مؤلفة من أكثر من 50 عضوا وتقدم أمسياتها في الكثير من بلدان العالم. أنا سعيد جدا بوجودنا هنا في بيت لحم وبالأخص في كنيسة سانت كاترينا ولقاؤنا في هذا الحضور المتميز والجموع الطيبة. آملين أن نلقاهم دائما في أمسيات أخرى. امتلأت الكنيسة بالكهنة والراهبات والشمامسة والمؤمنين الذين أتوا من مختلف المناطق للمشاركة في هذا الرسيتال الذي يعد الأضخم في هذه الكنيسة لجوقة قادمة من الولايات المتحدة. للنورسات مارلين الحدوى من كنيسة سانتا كاترينا بيت لحم.